اليوم اجتماع اللجنة الولائية لمتابعة فيروس كورونا والحد من انتشاره. تبعتوا معنا يعني كانوا حاضرين معنا التجار، بعض الفاعلين في المجتمع المدني. اجتماع تاع اليوم خصص من أجل يعني تفعيل إجراءات الوقاية خاصة على مستوى الأسواق والمتاجر الكبيرة اللي تعرف نوع من الاكتظاظ. اليوم يعني كان فيه ممثلين تاع سوق الزيتون، وين اتخذنا جملة من الإجراءات واللي راهين نعمل على تطبيقها هي هذه الإجراءات اللي تدخل في إطار الوقاية واللي راهين نعمل على تطبيقها ابتداء من يوم الغد إن شاء الله. تتلخص في استعمال الكمامات من طرف الباعة وكذلك متسوقين هناك، وكذلك توفير ماء والصابون على مستوى السوق، كذلك فتح الممرات التي هي مغلقة حاليا، ضمان التباعد بين المواطنين الذين يخرجون من أجل حاجاتهم على مستوى الأسواق. الأمر الثاني كذلك الذي اتخذ فيه بعض الإجراءات وهو سوق كذلك السوق الفوضوي الموجود على مستوى بوخرس، وكنا كلفنا السيد رئيس الدائرة مع السيد رئيس البلدية بتنظيم اجتماع مع التجار هناك من أجل تنظيم هذا السوق هذا الفوضوي وإدخاله في كسوق منظم، وهو يعني راهينا عملوا على تنفيذ موارده في تعليم السيد وزير التجارة، وهو إعطاء التراخيص لهذا التجار هذا لممارسة عملهم التجاري هناك، وكذلك تحديد أوقات العمل من 8 إلى الساعة 2 بعد الزوال، وكذلك استعمال أو تطبيق إجراءات الوقاية بنفس المعايير اللي كنا تحدثنا عليها فيما يخص سوق الزيتون. كانت هذه يعني جل الأمور اللي تم التطرق إليها اليوم، ونظن باللي باش يعني راح نقوموا بعملية تقييمية لهذا العمل هذا في الجلسة المقبلة اللي راح تكون يوم الأربعاء إن شاء الله، وستتخذ إجراءات إضافية من أجل العمل على تطبيق إجراءات الوقاية إن شاء الله. الشيء كذلك يعني اللي نقوله كذلك الإخوة والأخوات على مستوى ولايتنا ولاية سعيدة هو أن الولاية نتاعنا يعني الوضعية الصحية مستقرة فيها، ولكن باش نواصلوا على هذا المنوال وباش نواصلوا على هذا الوضع الصحي يعني اللي يعتبر ناجح ولا بأس به، يجب التقيد بإجراءات الوقاية. لازم استعمال الكمامات من طرف كل المواطنين، يجب تجنب التزاحم كذلك في الأسواق وفي المتاجر، تجنب الخروج كذلك ما دام الحجر يعني قائم إلا للضرورة القصوى، وخاصة نطلب من الإخوة المتواجدين في المداشر والبلديات الحدودية مع الولايات المجاورة لنا عدم التنقل خارج الولاية أو سماح مواطنين من الولايات الأخرى القدوم إلى عندهم، وذلك يعني حفاظا على عدم تنقل هذا الوباء وانتشاره. الأمر كذلك اللي نزيد نقوله كذلك إلى المواطنين والمواطنات، الجانب التنموي نحن يعني منذ مدة باشرنا يعني الخرجات الميدانية، وكنت يعني قمت بخرجة الأسبوع الماضي إلى بلدية أيوب، وهذا الأسبوع هذا البارحة كنت يعني في بلدية في دائرة عين الحجر، ويوم الخميس إن شاء الله في خرجة مبرمجة كذلك إلى إحدى الدوائر الأخرى، وسنواصل العمليات نتاعنا تدريجيا. أما فيما يخص توزيع السكنات وكذلك يعني التجزئات إلى غير ذلك، وطمئن المواطنين والمواطنات على أن اللجان قد انتهت تقريبا من هذا العمل، ولكن الكل يعلم أننا لا نستطيع في هذه الآونة يعني مباشرة عملية التوزيع لكونها مجمدة بفعل انتشار هذا الوباء، وسنقوم بتوزيع السكنات والإعلان على كل القوائم إن شاء الله في القريب العاجل وقت ما يعني الظرف أو الظروف الصحية تحسنت. الأمر الآخر كذلك يعني نرجو من المواطنين والمواطنات في المجتمع السعيدي كذلك يعني عدم تضخيم الأمور وعدم التجريح كذلك، والإبلاغ على النقائص يعني إذا كانت موجودة، ونحن نتابع كل صغيرة وكبيرة على مستوى الولاية، ونعيد الإخوة والأخوات بأن نأخذ بعين الاعتبار كل ما يتطرقون إليه، سواء عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الرسائل التي ترسل إلى الولاية، أو عن طريق كذلك حتى يعني في بعض الأحيان تبليغ بعض الانشغالات عن طريق
الإذاعة أو عن طريق القنوات التلفزيونية. إذن أطمئن المواطنين والمواطنات، نحن نتابع كل صغيرة وكبيرة، إذن فلا داعي. وقد لاحظنا مؤخرا يعني بالنسبة لوادي سعيد القديمة يعني بعض من التهويل والتضخيم، ولقد اتخذنا كل الإجراءات وكوننا لجنة من أجل حل هذا المشكل نهائيا. الكل يعلم أن هذه العملية التلوث اللي يعني ظهرت مؤخرا، البعض يقول باللي باش المشكل راجع لاستيب، يعني لي بومب اللي في لاستيب تحرقوا وهم ربعة نتاع المضخات، وهذه المضخات هذو الثمن تاعهم حوالي 600 مليون سنتيم، يعني المضخة الواحدة الثمن تاعها 150 مليون سنتيم. السؤال لما الوالي يقول باللي باش انا كونت لجنة لتقصي الحقائق هناك، فنحن لا نكون لجان من اجل تكوين لجان، بل لتقصي الحقائق ومعرفة الاسباب الحقيقية. أول نقبل كل شيء، أيعقل أن ربع مضخات تتوقف عن العمل لحظة واحدة؟ وليست مضخات صغيرة أنت 4 أو 10 ملايين سنتيم، بل المضخة الواحدة 850 مليون سنتيم. ألا يجب التحقيق في هذا الأمر؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، في بعض الإخوة يقولوا باللي باش كذلك العملية تاع التلوث ليست لاستيب هي اللي راهي ترجع لتم، سي با لو دي بوردومو دو لاستيب اللي رجع. راهم يقولوا باللي باش الإشكال راهو جاي، الإشكال راهو جاي من السكنات الموجودة، السكنات الريفية أو التجزئات اللي راهي موجودة لتما. ثاني هذا ثاني إشكال يطرح. حنا قلنا ديروا لجنة فيها جميع الإحصائيين، ديروا لنا تقييم نتاع الوضع. وحنا رانا وفرنا الأموال لشراء المضخات. مضخات حنا ديجا باشرنا العملية نتاع الاقتناء ورايحين نقتنيهم ونحطوهم إن شاء الله. ولكن يجب أن يحل الإشكال مرة واحدة. فنطلب من الإخوة والأخوات يعني التعقل وعدم التهويل وتضخيم الأمور وطرح المشاكل بكل عقلانية، ونحن هنا نستمع لكل واحد وسنستجيب إن شاء الله لكل ما يتطلع إليه المجتمع السعيدي، وسنحاول إن شاء الله أن نحل كل الإشكالات وكل المشاكل. شكرا.